كثيرا ما تنتاب أجسادنا أوجاعا وألما، وكثيرا أيضا ما نسارع لتناول جرعات من الأدوية المهدئة والمسكنة دون إخطار الطبيب أو استشارته. ومن هذا المنطلق احتضنت جامعة البليدة يوم تحسيسي من مخاطر تناول الأدوية دون استشارة الطبيب. المجتمع الجزائري يقوم بالتداوي بدون استشارة الطبيب أو استشارة أطباء الاختصاصيين في المجال، وقمنا بهذا اليوم تحسيسي لتوعية الناس حول أهمية التكلم مع الطبيب قبل القيام باي علاج او باخذ اي ادويه. الوغ هذا اللي راهم يشربوا دواء وحدهم يعني بلا ما ياخذوا لا فيتامين سي، راهم يعذروا في نفسهم للخاطر. ظاهره اعتاد عليها المواطن الجزائري غير واع بالمخاطر والتعقيدات الصحيه جراء جرعه دواء قد تكون حتى قاتله. انا واحد كنت جان كيما الناس كاع، نجي زعما يخصني دواء ناكل ما على باليش كاع بالطبيب. هذا داروا لنا اليوم هذا الموفمون، داروا لنا هذا ليفانمون برك باش نعرفوا بلي جون اوبليجي علينا نروحوا عند دكتور، اوبليجي علينا نديروا فيزيت. من الطب الحديث الى الطب البديل وما بينهما من ادويه كيماويه واعشاب طبيه مكمله، كانت للمواطنين واهل الاختصاص اراء متباينه. احنا نقدموا فيه ديزاستيس ناتورال بلي بلونت اللي نستعملوهم كاع في لي مارشي الجيريان، نداوي بهم الاعراض تاع لي بتي بوبو دو كوتيديان. بيدياتري هذه ثاني كيف تعامل مع ولادك اون قطعت له الحمى اون كجاتو مالا يا زولا، كيفاش يتعامل معاه بلا ما يروح للطبيب. جرعة دواء قد تخلق لك داء، وبدل تهدئة ألم وتسكين وجع خلق مرض آخر قد يصل حتى الموت، فوقاية وعلاج خير من ألف دواء دون استشارة الطبيب.